هنبتدي بكرة اليد سيدات اللي كانوا بيشاركوا في بطولة الكويت الدولية واللي نجح فيها النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي سيدات أنه يفوز بهذا اللقب للمرة الأولى طبعا في تاريخه، لأنه الحقيقة ما شاركش فيها قبل كده. طيب فريقنا فازت باللقب، البطولة اسمها يعني بطولة الكويت الدولية، أول فرقة كسبناها هي فريق سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 46-14، وقبلها كنا فزنا على النادي البحريني 79-8، وقبلهم كنا فزنا على فتاة العيون الكويتي 62-14، أول ماتش كان قدام منتخب عمان 54-10. نعم السكور فرق كبير طبعا، ولكن كان مهم جدا بطولة زي دي، مش الهدف منها الفوز، ولكن الهدف منها هو معسكر مغلق للاعبات اللي اتحرموا طول الموسم من تدريب منتظم أو معسكر منتظم، مش يعني بإرادتنا أو إرادة الجهاز الفني، ولكن كابتن محمد عادل كان عايز الفرقة تتلم، ولكن زي ما حضراتكم عارفين كان منتخب السيدات بيشارك في بطولة السنغال أو بطولة أفريقيا، فقعدوا شهرين ثلاثة 10 او 15 لعيبه من النادي الاهلي بيشاركوا مع المنتخب وبيجوا بس يتمرنوا مع الفرقه مباراه ويلعبوا مباراتين كل اسبوع، وقعدوا على الوضع ده شهرين ثلاثه، وبعد كده بعد ما قعدوا مع المنتخب ما كانش فتره كافيه ان الفرقه تتمرن، فالمعسكر ده كان الزامي وكانت فرصه كويسه، مش المهم المكسب ومش مهم النتيجه، ولكن المهم كان التناغم وعوده ثاني التركيز للفريق، وده اللي حصل، وان شاء الله القادم يكون افضل لهذا الفريق، خاصه انه يعني بيشوف منافسه شرسه السنة دي في الدوري، وده يمكن من أقوى الدوريات اللي اتعملت في كرة اليد سيدات هذا الموسم، ولكن كلنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبات إن شاء الله يستطيعنا حصد بطولة الدوري لهذا الموسم.